بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، يقول الحق سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول أيضا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واجتماعنا أيها الإخوة في هذه الليلة المباركة هو اجتماع مبارك، اجتماع ينبغي أن نمضي فيه إلى أبعد مدى، وبخاصة والكل يعرف ويستحضر كيف تتم الأعراس عندنا. ولذلك فإن هذا النموذج الذي نراه اليوم هو نموذج ينبغي أن يقتدى وأن يؤخذ كنموذج للزواج الإسلامي. فهذا النموذج الذي يقدم أيها الإخوة وكأنه بمثابة جزيرة في بحر هائج، فلذا سوف أذكر ونفسي أولا وأذكر إخواني وأحبتي بالمناسبة، لأن المناسبة كما يقول علماؤنا شرط، ولكل مقام مقال. وحديثي أو تذكرتي سوف تكون في نقاط حتى أستطيع إن شاء الله تعالى أن أحترم الوقت وأن أقف عند الوقت المحدد لي. الزواج أيها الإخوة هو أسرة، هو بناء بيت، وهذا البناء لم يسبق بأي بناء إلا ببناء أسماه الدين ببناء العبادات. فالتقسيم الفقهي لأبواب الفقه يأتي الزواج بعد العبادات مباشرة. وفقهاؤنا رحمهم الله وهم يتحدثون عن الزواج اختلفوا فيما بينهم إلى فريقين كبيرين. فريق يرى أن الجهاد هو أولى في التقديم على الزواج، فقدم باب الجهاد لأنه دفاع عن الأمة، ولأنه دفاع عن الدين، ولأنه دفاع عن الأوطان، ولأنه يجعل الناس أيضا يدخلون في دين الله. ولكن الأكثرية الكاثرة من فقهائنا جعلوا الزواج في المرتبة الثانية بعد العبادات مباشرة، نظرا للرمزية وللقيمة التي يحملها الزواج وتحملها الأسرة. ومن هنا نجد القرآن الكريم وهو يتحدث عن الزواج وعن بناء الأسرة تحدث عنه في صيغتين اثنتين: صيغة مصبوغة بصبغة النظر المستقبلي. وكأن الإسلام أيها الإخوة يعلم وينبه الأمة لأن تنظر وتفكر في أمر الزواج تفكيرا حتى لا يترتب أي تهور على الاستعجال في أمر الزواج بعد البناء وبعد الدخول كما يقول فقهاؤنا رحمهم الله. والأمر الثاني، أحاط الإسلام هذه الأسرة والزواج بمجموعة من القواعد، وهي قواعد طبية بالدرجة الأولى. ولعل أهم هذه القاعدة التي تجمع تلكم القواعد: الوقاية خير من العلاج.
فالناظر في أحكام الأسرة وفي قواعد الأسرة يستشف ويستنبط منها أن هذه القواعد بمجموعها إن روعيت فإنها تحافظ على البيت قبل أن يحصل فيه أي خلل وقبل أن يتعرض لأي إشكال من الإشكالات التي يتخبط فيها الناس اليوم. ومن هنا نجد المصطلح اللغوي لا يميز أبدا بين المرأة والرجل وهو يتحدث عن العلاقة الزوجية، فاعتبر المرأة زوجا كما اعتبر الرجل زوجا، ولا فرق بينهما بتاتا عند علماء اللغة وعند علماء الشريعة إلا من حيث الترتيب أو التقسيم الذي تستدعيه بعض الأحكام الشرعية كالتقسيم في الميراث أو ما شابه ذلك. وهنا أذكر من أن هذا الأساس وهذه القاعدة قائمة على أربعة أركان، وهذه الأركان أيها الإخوة سهلة وبسيطة ولكنها بمثابة السهل الممتنع. الحياة الزوجية أيها الإخوة آتية من أنفسنا، فالرجل حينما يتزوج وحينما يرتبط بامرأة لا يرتبط بامرأة أجنبية عنه، لا يرتبط بجنس غريب عنه، وإنما يرتبط بشيء منه وإليه. والقرآن يعبر عن هذا الركن الركين حينما قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ثم تحدث عن الركن الثاني وهو ركن السكن والتساكن. وما أحوج أسريه وما أحوج الأمة كلها إلى هذا التساكن الذي نفتقده ليس على مستوى الأسرة بل حتى على مستوى الأنا، حتى على مستوى الذات، فإننا نفتقد مع الأسف إلى هذا التساكن، ولذلك يوجد خواء بسببه ندفع الثمن وبسببه نعاني ما نعاني. والركن الثالث بعد التساكن هو المودة، مودة. والمودة كلمة تشمل العاطفة وتشمل المحبة وتشمل كل ما من شأنه أن يجعل الآخر قريبا منك وأنت قريب منه. ولكن أبى القرآن إلا أن يعلمنا في نهاية حديثه عن هذه الأركان أن ذلك لا يمكن أن يتم ولا يمكن أن يفعل على أرض الواقع في أرض الأسرة في بيت الأسرة إلا إذا وجدت الرحمة. فالرحمة تجعلك تتنازل، فالرحمة تجعلك تشفق على زوجك، الرحمة تجعلك تتغاضى عن الأشياء الكثيرة التي يمكن أن تسبب مشاكل بين الزوجين. الأمر الثالث أيها الإخوة أن الفقه الإسلامي بكل مباحثه بأبوابه لم يتحدث عن الزواج، لم يتحدث عن أي باب كما تحدث عن الزواج. جل الأبواب الفقهية تحدث عنها الفقهاء وتحدث عنها أيضا الوحي بنوع من الإجمال، ولكن لما جاء إلى أمر الأسرة تحدث عنها بالتفصيل. وهنا أذكر من أن فقهاءنا قالوا إن الأحكام المتعلقة بالأسرة لا تتبدل ولا تتغير بتغير الأزمنة أو الأمكنة، بل حتى مصالحها ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. كل ما يمكن أن يتغير في مجال أحكام الأسرة
هو ما يسميه علماء الأصول بالوسائل. الوسائل يمكن أن تتغير حسب الأحوال والظروف والناس والزمان والمكان، ولكن الأحكام الكلية لا يمكن أن تتغير. وكيف يمكن أن تتغير أيها الإخوة؟ والقرآن الكريم حرم الرهبانية وحرم التبتل عند المسلمين، ورهبانية ابتدعوها، وحرم على أي إنسان باسم الدين أو بأي اسم آخر يبتعد عن تأسيس مؤسستي الزواج. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة النصوص والأحاديث التي تدل. لكنني أختم حتى أحترم الوقت بكلمة مختصرة موجزة ولعلها تكون في دقيقة واحدة، وهو أن مؤسسة الأسرة، مؤسسة الزواج أيها الإخوة، مرتبطة بالكليات الخمس، مرتبطة بالضروريات الخمس. الضروريات الخمس عندنا خمس: الدين والنفس والعقل والبضع أو النسب أو النسل والمال. ضروريات خمس. الزواج مرتبط بالدين، ومرتبط بالنفس، ومرتبط بالعقل، ومرتبط بالبضع، ومرتبط بالمال. وكأن العقد الذي يربط بين هذه الكليات هو الزواج. وليس هذا بغريب أيها الإخوة عنا، ونحن نتعلم وندرس فيما يسميه علماؤنا بالنظريات الفقهية. النظريات الفقهية التي تمثل شبكة للأحكام الشرعية كلها مرتبطة أيضا بالزواج وبمؤسسة الأسرة. وأول هذه النظريات نظرية الملكية، نظرية العقد، نظرية الحق، نظرية الأهل. هذه النظريات الأربعة أيها الإخوة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد وللمالية الإسلامية. ولكنه من الغريب والعجيب أنها مرتبطة بالزواج. هذا الزواج أيها الإخوة الذي بسببه اجتمعنا، نبارك للأستاذ سياسر على هذا الزواج، ونسأل الله عز وجل أن يكون زواجا مباركا، وأن نقول له كما كان يقول الناس قديما: بالرفاء، بالكسر، بالرفاء والبنين. وأنا هنا أريد أن أقول كلمة أيضا في ثواني في حق هذا الشاب وفي حق هذا الشخص، لأنني درسته وأعتبره ليس من باب المجاملة ولا من أي باب من الأبواب. هذا الشاب في نظري، لأنني أقول هذا وأستحضر قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أعتبره من الشباب الذين ينبغي أن يتوجوا وأن تعلق لهم الأوسمة لالتزامه بدينه سبحانه وتعالى. ولذلك لا غرابة في هذا، لأنه من سلالة طيبة، من سلالة طيبة. وهذا دليل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أباه من الصالحين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن الابن هو انعكاس للابن، تدين الابن، صلاح الابن هو انعكاس للأب. فالأب إذا كان صالحا فصلاحه ينعكس على أبنائه، والأب هو انعكاس لأبيه، وهكذا. حتى بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فضل صلاة المغرب مع الجماعة يعود نفعها وتعود فائدتها على الأولاد، فلنكثر من أداء صلاة الجماعة كلها وخاصة المغرب، لأنها تعود مصلحتها على الأبناء. ونبارك للأستاذ ياسير، ونبارك للشيخ النهاري الذي لا يعرف قدره إلا لمن فقه وفقها
دعوة الله سبحانه وتعالى استسمح، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.